السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بصوا رزقنا واسع قوي، ما شاريناش حاجة للطيور، جيراننا بصراحة زيطونا. بصوا النهاردة الأكل جاية، كنت لسه والله هنزل اشتري أكل وكده، وجيت لقيت الحمد لله الحمد لله ربنا رزقني باكل من عنده كده الحمد لله. المهم بقى ان عندنا فيديو مهم قوي النهارده، بس قبل بقى ما نقول اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، وعايزين لايكات كتير، وعايزين بقى تشجعونا عشان ايه القناه بتاعتنا تكبر ان شاء الله. النهارده يا جماعه في فيديو مهم، وكمان ايه اوعوا خلوا بالكم تنسوا النشارة يا جماعة. النشارة، الجو دلوقتي ما بقاش حلو، الجو دلوقتي بقى صعب، يعني الطيور لو بردت من رجلها هنقول بقى ندي تحسينات، خلصت التحسينات بما يرضي الله. انا بكلمكم مش هقول لكم هينفع معاهم حاجة، هتضطر تذبحي الطيور، لان الطيور لو بردت انسي بقى هنعالجها ازاي، لان خلاص بتبقى اتمكنت من نفسها بقى ويجيلها كساح. فاحنا من قبل بقى ما ندخل في متاهة ونزعل والطيور بردت والحاجات دي كلها، لا نحافظ على طيورنا ونعمل لها تحصيناتها، نحط النشارة بتاعتنا. انت مش بتحطي كميات ولا حاجة، وبتحطيش الحتت والكلام الفارغ ده اللي الناس بتحطه، يجيبوا ملايات قديمة ويجيبوا بطاطين قديمة، الحاجات دي حتى بتعمل ريحة وحشة وبتعمل بكتيريا وبتنقل أمراض. اللي مستمر بقى معانا يا جماعه يشترك في قناتنا، وعايزين لايكات كتير كده، وعايزين فيديوهاتنا تكبر. النهارده عندنا فيديو مهم قوي، فيديو ازاي نرفع مناعه كفاءه ومناعه الطير. على فكره في ناس بتقول ايه، هو انا يعني ده الطير ده بيقعد عندي حوالي شهرين هقعد اعمل معاه كل الحاجات دي؟ اقول لك هقول لك ليه، لان الطيور الشهرين دول اللي انت عبال ما بتكبريهم فيهم، بمعنى اصح زي ما بيقولوا كده ايه، عامله زي يعني الـ يعني حاجه صعبه جدا، اصعب من تربيه الطفل. ليه بقى؟ لان بعد الشر لو انا جبته وما عملتلوش التحصينات بتاعته هيحصل ايه للطير؟ هيهنج مني، لان الطير ده اصلا يعني مناعته ضعيفه، يعني الطيور غير حتى البني ادمين، الطيور ما بتتحملش اي حاجه خالص، يعني ممكن احنا نتحمل حاجات كتير الا الطيور، الا الطيور، الطيور ما تتحملش اي حاجه خالص، عشان تبقوا عارفين يعني الطير ضعيف بطبعه، ربنا خلقه كده. فانت دلوقتي لو اتعرض لاي مشكله هتبص تلاقيه تعب منك ووقع منك وهنزعل، انا نفسي بزعل لما بيحصل حاجه للطيور عندي. فعلا الشهرين اللي احنا بنربي فيهم بط، يعني البطاية المولر دي تقعد عندك ايه من 50 يوم ل60 يوم، لو انت مأكلها بقى ومزبطاها تاخدي لحمها يعدي يوصل معاكي 5 كيلو يعني. ومو في ناس ما شاء الله الله اكبر بتأكل حلو قوي، فالطير كمان يكبر اكتر. فدي الحاجات اللي انا عاوزة اقولها لكم. ال20 يوم، في خلال 20 يوم الاولانيين دول بيبقوا مهمين جدا جدا للطيور كلها عموما، لان الطير بيبقى لسه جاي من مكان لمكان. وخلي بالكوا تغيير المكان، يعني انا بنقل الطير من مزرعته او هو اتنقل من المزرعه على المحل اللي بيتباع فيه عليكي، شوفي الثلاث مراحل اهو، الثلاث مراحل دولت يا جماعه يعني ممكن الطير يتعرض فيهم لحاجات كتيره جدا. قبل بقى ما نكمل، اللي ما اشتركش يشترك، وعايزين لايكات كتير، عايزين الفيديوهات تكبر بقى والقناه تكبر باذن الله سبحانه وتعالى، ولا يكبر شيء على الله سبحانه وتعالى. فانا دلوقتي لما اجي احصن طيوري، الشهرين بيبقوا صعبين، بتفضلي عينك في راسك عماله تبصي حصل تغيرات ولا لا، بس احسن فتره بتحصني فيها طيورك هو مجرد ال20 يوم الاولانيين، مجرد ما بتيجي تجيب الطيور وتبتدي بقى ايه تربيها بقى ونتوكل على الله كده، وتبقى ان شاء الله معانا سليمه وزي الفل. طيب انا هعمل النهارده وصفه حلوه قوي. بص الديك بتاعي ده يعني مش عارفه ليه هو بيعمل كده، بس بصراحه قبها يعني. اللي عايزه اقول لكم على حاجه، ان في تحسينات
بين بيتك، ما تشتريش حاجة، ما تكلفيش نفسك، هتعمليها بايدك، هتحطيها للفول بتاعتك. مش هنشتري بقى مضاد حي ولا هنشتري الكلام ده كله. في المزارع بيقولك اشتري كذا وكذا وكذا، كل الحاجات دي غالية قوي بصراحة، ربنا الحكاية بقاش متحملة يعني. فاحنا مثلا هنجيب وصفة سحرية، وصفة حلوة قوي هتعمل على رفع مناعة الطيور بتاعتي. طب ايه يا بنت يا بطة الوصفة دي؟ هقولك، بص الوصفة دي يا جماعة بسيطة، بص وصفة بسيطة جدا من المطبخ، والله العظيم ثلاثة من المطبخ، ولا دفعت حاجة الا الحاجات اللي احنا بنستهلكها. احنا دفعنا يعني، احنا اشترينا الحاجة مش واخدينها كده يعني، بس حاجات احنا بنستهلكها في البيت. يعني مثلا الوصفة دي الكركديه، الكركديه من الحاجات المهمة او اللي بترفع مناعة الطير، بتقويه. على فكرة التحصينات ما هيش الغذاء اللي انا هستبدلها عن العلف والكلام ده، لا دي تحصينات زي ما بندي فيتامينات، بندي ادوية، بندي حاجات لكن جنب الاكل بتاعنا، بس عشان نبقى متفقين. الكركديه دوت انت بتستخدميه في البيت، يعني اكترية الناس اللي ما رحم الله مننا بيستخدم الحاجات دي في البيوت. طيب لو انت مش عايزه تكلفي نفسك او انت اخدتي الكركديه، ما انت بتستخدمي، اعملي يا ست الحبه يعني، اغليهم مره تانية هيطلع لك برضه. انا خدت حبه كركديه، مش هقولك بقى معلقه ومعلقتين، وانا اصلا ضد المعايير قوي يعني، لكن حطي الحاجه اللي تناسب رطل ميه. شوفي ايه الحاجه اللي تناسب رطل ميه. طيب اغليها، هنغليه كده بس ولا هنحط حاجة معاه؟ هحط معاه حبة قرنفل. القرنفل عادة انت ما بتزوديش فيه، بتحطي كم عود قرنفل كده، تغليهم حلوة قوي. بعد ما تغليهم هتعملي ايه بقى في الوصفة السحرية دي؟ هتحطي عليهم معلقة خل واحدة على الرطل مية، هتحطي معلقة خل، مش هنحط من الإزازة، عشان الخل كتره على قد ما هو صحي ومفيد على قد ما هو بيضر. ما خلي بالكم في حاجات ممكن نقول حطي منها بزيادة، يعني لو زودتي وانت بتحطي الكركديه وزودتي شوية، لا مش هيأثر، بالعكس. لو حطيتي القرنفل وزودتي، لا مش هيأثر عادي. لو زودتي في الخل، لا يأثر. هنا بقى مربط الفرس زي ما بيقول، نحاول ان في حاجات معينه ما نزودش فيها. اللي مشترك بقى معذره، اللي مواصل معانا بقى ما ينساش بقى يشترك في القناه باذن الله. كده يبقى انا حطيت الكركديه وحطيت القرنفل وغليتهم على النار. بعد ما طلع بقى خلاص بردوا، بعد ما بردوا حطي معلقه الخل ومعلقه الزبادي. هتقولي الزبادي دي، اقول لك معلقه واحده بس، لانها مفيده جدا، هترفع لك من فايده المشروب بتاعك اللي انت بتحطيه للطيور بتاعتك. كده انا اهو زي الفل. الوصفه دي هتحطي الكركديه على القرنفل وتغليهم على النار، رتل الميه هتحطي عليه معلقه خل بس ومعلقه زبادي بعد ما يبرد، وبعد كده تحطي له الطيور. عايزه تعلي مناعته قوي 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 قوي, قوي. لو بشرنا كمان بنجر، البنجر على فكره رخيص في السوق، ما هوش مكلف، ما فيش بنجر الدنيا مش عارفه توصل، مش عارف انه يوصل له. نحط معلقه عسل اسود، نحل بيها المشروب بتاعنا ده بحبه عسل اسود بس، وحطي الوصفه دي، اقسم بالله ترفع لك مناعه الطير. وصفه بسيطه، ما خرجناش بره المطبخ بتاعنا، حطيناها لطيورنا هيشربوا. حطيها لهم كده على حبه العيش دول كمان وحبه الميه. انا هنا مزوده وما برميش، ما برميش ال بتاع ده، اللهم صل عليك يا نبي، الكركديه ما بسخنوش، هم ياكلوه. الوصفه اللي انا كنت عاملاها هنا دي بمقدار يعني قد دي مرتين، فانا حطيتها هنا على العيش وكنت حاطه ميه، هيشربوا كله بقى مع بعض. بص اتفرج بس، كنت حاطه حبه ميه صغيرين مع العيش عشان لما احط الوصفه اللي انا عملتها هنا دي في
ده كمان ده يشربوا بقى كلهم مع بعض. بصوا هياكلوا ويشربوا ويبقى زي الفل. وصفة على فكرة والله هترفع لك مناعة الطير وهتقوهولك. الوصفة مش معناها انه غذاء، الوصفة دي تحصينة بس. اتمنى بقى ان انتوا تتابعوني في قناتي وشجعوني، عندنا فيديوهات كتير ان شاء الله الايام الجاية، وعندنا حاجات ان شاء الله تبقى مفاجآت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.